ذهبا بصورتي. انظر خلاك حذائي فإن الند تثريب لو فكر الناس. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يبكى التراب ومأكول التراب منه تقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. انزل القبر يا شباب وحده ويغلق القبر بإحكام حتى ما تطلع ريحة عليك. لأنه الريحة إذا طلعت لدفن الأضافة رائحة كريهة. يغلق القبر بإحكام القبور يا شباب ظاهر التراب والحجارة لكن الداخل العقاب والثواب. صلوا على النبي. إياك ثم إياك من القشور كما يفعل اليوم. هل نزين القبر وأغلى يا أخي؟ والله معلش لا تزعلوا. هل أطعم تصرف في التعالي؟ ليش ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يزدريهم لهم؟ أنت يا أبو الميت ما بدك طعام. لازم تيجي الأكل ما يصنعك طعام. خطأ. أيوة. إذا كان الطعام مصنوع من مال الميت وعنده وراثة حرام تأكل هذا مال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المصروف الذي يهدر لو أعطيته لمن يحتاج هو أفضل عند الله. إذا نزل القبر وحده قال يا شباب أول ما تقف الصلاة عند القبر توقف الصيام عن شماله والقرآن عند رأسه والصلوات في المساجد عند قدميه. يأتي الملكان يسألوا باللغة اللي يفهمها. ملكات لهذه الأم رحمة. يجوا على الكافر ويسلم كل ضد الملكات. فإذا جاءهم من قبل اليمين قالت الصلاة لا تقبل قام من أمامك. اليمين لا تقبل. إذا جاء الملكات من قبل الشمال قال الصيام لا تقبل قام من أمامك. وإذا ما في صلاة وما في صيام. أسف على الشباب ترك الصلاة. واحد محل الإنسان بالخيرات والطيبات قلده بترك الصلاة قلده بجلب الخمور قلده بالإطفار في رفع كل شيء. أي والله العمل عبادة. مين قال لك ليش مش عبادة إذا كنت تصلي وتصوم وتعب الله؟ أما إذا ما تصيام ولا صلاة الصلاة نقل لك عبادة تعمل الدنيا يا دنيا. من خدمني فقط ومن خدمني فاستخدمني. الملائكة من قبل اليمين الصلاة دافعة من قبل الشمال الصيام دافعة الصلاة دافعة من قبل الرأس قال القرآن الكريم لا تقلقهم أمامك. أسهرت ليلة طيب من قبل الشمال قالت الصلوات في المساجد لا تقلقهم أمامك. الصلوات في المساجد وفعل فيها. طيب اليوم المساجد والله عجب الجمعة منهم من لا يصلي إلا يوم الجمعة ومنهم من لا يصلي إلا يوم الجمعة ومن لا يدخل الصلاة إلا مرة واحدة يحمل على الأعناق. شباب صلوات المساجد سبعة وعشرين درجة. علمنا المسجد جدنا بتعلموا مع المدرسة الصبح جروا وقلوا تشوفوا يلا هي خزية علموا خيرات علموا القرآن حببوا بالقرآن في الإسلام هي أنت مسؤول أمام الله على كل حال. بجزء الإنسان يعني بهم ما يقول أنت مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فالأب راعي والأم راعية وإلى آخره. أما الصبر يا شباب قال يقف في زاوية من زوايا القمر شق الله. أما أنا فإني سأدافع عنه يوم القيامة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبرت أموت ولا يا رب؟ إذا خلصت صبرت والله يحسب لك
اي والله بدي والله ما تستجيب. يلا يلا هذا من الشقاء والجفاء. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. ايش على كيفك يعني باقي؟ بجوز تقول يا رب.